صباح الخير ماما الحلوة، كيف صارت اليوم؟ كان عمري 11 سنة، كنا سافرين بحارة شعبية. إجا عمي أخذني بده يشتري لي، وفجأة دخلني على غرفة مهجورة، مد إيده على صدري وعلى ما كنت بعرف شو عم بصير. وبعدها كل ما أجا لعنا يلحقني على المطبخ ويساوي نفس الشي. ما قدرت أحكي بوقتها، خفت، خفت كتير. تعرش تعرش بس. فهمت قصدك، ما كان في اغتصاب. كان لازم تحكي لي من زمان، الحكي بيريح. اجتمع مريض والبابا. لا تقولي لي البابا كمان كان يتحرش فيكي. أبوك حكاية تانية. لك الله يلعن الرجال، الله يلعن الرجال، الله يلعن الرجال. سبريتي الرجال. الحمد لله على السلامة فريدة. قايمة غسل وشي أنا.